السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة بإذن الله بنصور الفراخ بتاعتنا وهي عمرها النهاردة 16 يوم. يا رب يكون الأحجام بتاعتها عجبكم. أساس في ناس بس يعني ماشية معايا، فإن شاء الله كده احنا عايزين نعرف الأحجام عندكم وعندنا شكلها ايه، على أساس إن احنا يعني يكون الخطوات بتاعتنا دي بتجيب نتيجة ولا ايه. النهارده باذن الله يا جماعه انا حاطه يعني خل، معلقه خل اهيت على الميه بتاعتهم. قلنا الخل ده يا جماعه كتطهيره بس لمعدتهم كده، عشان لو في اي حاجه ولا حاجه ده كويس للخل، ويا ريت كمان لو خل تفاح يبقى احسن. انا حاطه خل ابيض بس لو خل تفاح بيبقى احسن يا جماعه. حاطه برده في العلب بتاعنا هو الخميره، على اساس ان احنا قلنا هنرتب الاسبوع بتاعنا. يعني ايه هنشكل بقى يومين خميره في الاسبوع او ثلاثه بالكتير، ونفرم برضو الفرن بتاعنا اللي احنا بنعمله اللي هو البصل والثوم والليمون. قلنا برضو يوم او يومين ان شاء الله نحط الطفل على الاكل، واللي هي العصير بتاع اللي هو الميه بنحطه على الميه بتاعتهم. يعني ان شاء الله ده يا جماعه يبقى ايه زي مضاد حيوي كده باذن الله، على اساس ان الفراخ بتاعتنا تمشي معانا كويسه، لان انتوا عارفين الجو اللي احنا فيه دلوقتي مش منتظم. شويه الجو بيبقى حر وشويه بيبقى برد وهواء، وانتوا عارفين الهواء دوت بيبقى يعني كلته عدوى وميكروبات والحاجات ديت. لو احنا ما حافظناش على الفراخ بتاعتنا في الايام ديت ممكن لا قدر الله تتعب مننا ولا حاجه. برده يا جماعه برده يعني انا بقول برده لازم ننضفها باستمرار، على اساس ان الفرشه دي بقى تحتهم نظيفه ما يتعبوش مننا ولا يبردوا ولا حاجه. بس كان في سؤال كان جالنا برضو بالمناسبه دي يا جماعه، يعني كان في برضو اخت ليها قالت لي الفراخ عندي عينها بتدمع وورمه وكده. دي يا جماعه بيبقى زياده تدفئه، يعني ايه يعني احنا مش عايزين المكان بيبقى صهده قوي، لان اللي عينه بتدمع ده بيبقى ايه بيبقى المكان بيبقى ضيق عليهم وبيبقى صهد زياده عن اللازم. لازم يكون في تهويه يا جماعه من فوق زي ما انا عامله كده اهوت، يعني هو عشان الجو برد انا كاشفه حته صغيره زي ما انتم شايفينها ديت بتدخل هواء وبتخرج هواء، بيغطي الفرشه عادي مفيش اي حاجه. واللندا ديت انا بحطها بالليل على اساس ان بالليل زي ما احنا عارفين كلتنا الجو بيبرد، على ما الموجه دي بس ان شاء الله تعدي والجو ينتظم كده معانا ان شاء الله مش هنخاف بقى ولا نقلق. بس احنا اليومين دولت عايزين نحافظ بس ايه شويه مش اكتر، فان شاء الله يعني مش هنبطل الليمون والثوم والبصل يا جماعه، لان ده مضاد حيوي لوحده. خلاص كده يا جماعه، فاحنا النهارده باذن الله الفراخ بتاعتنا هي عمرها 16 يوم زي ما قلت لكم. ان شاء الله بقى الفراخ اللي عنده الفراخ بتاعته مثلا فيه اللي هو البراز البني دوت، او فيه اللي هو البراز فيه حمار ولا كده، هنجيب جرعة وكبسيت دي، لان النهارده الفراخ بتاعتنا عمرها زي ما قلت لكم 16 يوم. اليوم ال 16 ده احنا بنجيب فيه، اللي عايز يجيب جرعة وقائية ماشي يجيب، اللي ما عندوش ومش حابب يجيب خلاص مفيش اي مشاكل. زي ما قلت لكم برده احنا بنجيبها مرتين يا جماعه، لان الدكتور قال لي يحطها مرتين، انا كنت بجيبها مره واحده بس هو الدكتور قال لي جيبها مرتين، مره عند ما يوصل عمرهم 16 يوم ومره عند ما يوصل عمرهم 28 يوم. يعني ديت ايه بتبقى يعني حاجه كوقائي كده، عندهم او ما عندهمش بندي، على اساس الفرخ يمشي معانا سليم وكويس ما يتعبش. حابه اوضح لكم بس النقطه يا جماعه، يعني احنا مش بنحط مره واحده في اليوم، لا انت بتجيبوا الجرعه كامله زي ما الدكتور يقول لك حطي 3 ايام 4 ايام 5 ايام انت بتخلصوا الجرعه ديت اول مره، اللي هي ايه عندما يوصل عمره 16 يوم. عندما يوصل عمرهم 28 يوم، انا بوضح حوت عشان في ناس بتقول لا انت مش بتوضحي كويس. عند ما يوصل عمرهم 28 يوم بنجيب برده الجرعه بنديها لها كامله يوم واثنين وثلاثه واربعه حسب ما الدكتور يقول لنا. خلاص كده يا جماعه باذن الله ان شاء الله بقى هنبدا بقى جرعه الزبادي اللي هي الخلطه يا جماعه. هندي ان شاء الله يومين في الاسبوع او ثلاثه، عشان بس خاطر الناس اللي سالت يا جماعه فانا بوضح لكم اهوت. ان شاء الله احنا هنبدا بقى خلاص لما وصل عمرهم 16 يوم، فان شاء الله هنبدا بقى هنعملها ان شاء الله زي ما قلت لكم مرتين او ثلاثه في الاسبوع. هي خلطه حلوه جدا يا جماعه، انا ماشيه عليها في الدفعه اللي هي الكبيره الاكبر من ديت، وما شاء الله يعني بتجيب اوزان كويسه جدا وما شاء الله الفراخ بتيجي معايا عليها. الناس اللي بتشوفنا طبعا لاول مره ومش عارفه يعني ايه جرعه الزبادي، اللي هي خلطه الزبادي قصدي، الخلطه دي يا جماعه عباره عن معلقه زبادي ومع معلقه عسل مع نص معلقه صغيره خميره. بنبوش ده كله يا جماعه، بنحطهم على رتل ميه او حسب الكميه اللي عندك، لو انت عندك الساقيه رتل او رتلين ولا حاجه بتضعف الكميه.
خلاص كده. فاحنا ان شاء الله بقى ايه هنبدأ بقى ننوع الفراخ بتاعتنا على اساس ان هي المرحلة ديت مرحلة بقى تسمين، عايزين الفرخ بقى يجي معانا على طول يفور معانا بقى بسرعة. بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله يعني لسه كام يوم على رمضان، كل سنة طيبين. اللي هي جايبة متأخر في العمر اللي انا جايبة في ده، ان شاء الله يا جماعة يعني ممكن تعدي اول 5 ايام من رمضان او اسبوع باذن الله تلحق معاها تاكل معاها كويس وهتاكل منها كويس ان شاء الله، وهتجيب معاها اوزان كويسة ان شاء الله. بالمناسبة برضو يا جماعة في ناس سألت قالت لو الفراخ بتاعتي عندها اسهال احط خميرة عادي؟ لا يا جماعة ما انصحكوش، لو الفراخ بتاعتكم عندها اسهال ولا حاجة امنع الخميرة خالص لغاية ما بسم الله ما شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها يا رب من الاسهال، ما نحطش خالص لان الخميرة ممكن تزود معاك الاسهال ويتعبوا منك اكتر. فان شاء الله بعد ما تحط لهم يعني اي جرعة عندك طبيعية او عايزة تشتري من عند البيطرة اي حاجة ويبقوا كويسين، حط الخميره اللي انت عايزاها زي ما قلت لكم. فاحنا ان شاء الله يا جماعه دلوقتي خلاص هنبدا بقى نغير العلف بتاعهم. هما دلوقتي عندهم 16 يوم اهوت، بس الافضل انت كمان تستني كمان يومين لان هما ممكن نغير، بنبدا بقى نغير العلف من 16 ل 20 يوم يعني حسب راحتك انت وحسب الحجم عندك. يعني لو الفرخه عندك يستاهل ان انت تبداي بقى تغيري من البادي للوسط ابداش، عايزه تستنى عمر 20 يوم استني على حسب الفرخه عندي. خلاص كده. فاحنا ان شاء الله يا جماعه هنمشي على الخطوات دي كلها وهنعمل كل ان شاء الله اللي احنا بنعمله دوت، وهنبدا بقى ايه يعني نغير وننوع بقى على اساس الفرخ يجي معانا بسرعه. يعني احنا دلوقتي عايزين احجام، عايزين لحم. هو الفرخ دلوقتي عدى مرحله اللي هو صغير كده، هو بيبقى هو صغير بيغيب معاك شويه، انما دلوقتي عندي ما بوصل بقى ايه العمر الاسبوعين كده ما شاء الله بتلاقي بقى ايه الفرخ يجي معاكي بقى بسرعه. يعني ايه بتتغير يوم عن التاني بيفرق في الحجم بقى. فاحنا يعني عايزين نتجدعن بقى شويه وان شاء الله عشان ما يتعبوش معانا، فنحافظ عليهم في التدفين وفي النظافه بتاعتهم، ومن وقت للتاني نعمل الخلطات اللي احنا بنقول عليها دي يا جماعه. فباذن الله يعني بسم الله ما شاء الله هتلاقي نتيجه معاكي كويسه جدا. برضو يا جماعة في ناس كانت سألت سؤال قالت لو الفرخة عندك اكسيديا او الكلام ده كله ينفع احط برضو الخميرة او الخلطات اللي احنا بنعملها ديت؟ ما بفضلش يا جماعة. فبإذن الله ساعة ما نعالج الكوكسيديا والفرخ يخف معانا ابدأ احط اللي انت عايزاه على اساس ان هو ما يأثرش معاه ولا حاجة. فان شاء الله يا جماعة نمشي مع بعض وبرضو واحدة واحدة مع يعني معانا كده على اساس الناس اللي هي لسه بتربي جديد وما عندهاش اي خلفية ان شاء الله نقول لها تعمل ايه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.